صباح الخير يا تانية ثانوي، وحشتوني. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسلام في الوقت اللي احنا فيه، كلنا محتاجين رحمة ربنا ومعيته معانا، ويا رب تكونوا مأدين الدور اللي عليكم، بتذاكروا عشان ربنا يعدي السنة دي عليكم بخير وسلام. وكمان يا رب كلنا نصلي من أجل كورونا، إن ربنا بيعبر عن هذا الوباء من العالم كله ومن مصرنا الحبيبة أيضا بخير وسلام، ويحصلش فيه خسائر مادية أو روحية أو جسدية. النهاردة هناخد درس المسيحية والقضايا المعاصرة. أول درس في درسكم في شهر مارس اللي احنا فيه ده، اللي هو المسيحية وقضايا البيئة. بنلاقي إن البيئة هي الطبيعة، هي الكون اللي خلقه الله بكل ما فيه. فبنلاقي إن معنى البيئة إيه؟ هي كل ما صنع الله، كل ما صنع الله ويحيط بالإنسان، ويشمل الجوانب الطبيعية بالإضافة للجوانب البشرية. اللي صنعها الانسان، البشريه اللي صنعها الانسان معتمد على الطبيعيه اللي خلقها الله. عندنا ايه هي عناصر البيئه في اللي هو الانسان والطبيعه؟ العنصر اللي العناصر الطبيعيه بتشمل اربع اغلفه، اللي هو الغلاف الغازي وكل مكوناته. احنا عارفين طبعا يعني ايه الغلاف الغازي، كل الغازات المحيطه بالكون. الغلاف المائي اللي هو البحار والانهار والمحيطات وكل ما بداخله. الغلاف الصخري اللي احنا بنعيش عليه اللي هو سطح الارض، والحيوي الانسان النبات والحيوان. فبنلاقي ان البيئه هي بتشمل الانسان والطبيعه. كمان بنلاقي ان موقف بقى المسيحيه تجاه البيئه. موقف المسيحيه ايه دورها؟ ايه دورها تجاه البيئه؟ بنلاقي ان البيئه دي ملك لله، ومنحها الله للإنسان. منحة يعني ايه منحة؟ يعني هدية، يعني لازم الإنسان لما حد يديله هدية إن هو يحافظ عليه، فهو مصدر تعاون بين الله والإنسان. فالبيئة مش ملك للإنسان بس، لكنها منحة، منحة يعني الله سلطه عليها عشان يهتم بيها ويراعيها. فبيقول في الكتاب المقدس في تكوين 1:27 ان الله خلق كل ما هو حسن، خلق كل حاجه حلوه للانسان، وفي الاخر خلاه هو عليها متسلط، وخلاه هو عليها يحافظ عليها. وقال كده في تكوين 1:28: اثمروا واكسروا واملأوا الارض، ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الارض وكل طير وكل ما يوجد ويدب على الارض. فادانا في تكوين 9:1-4 ان احنا نكون مسؤولين عن الارض العظيمه اللي الله خلقها. فللرب الارض وملؤها المسكونه وكل الساكنين فيها، لانه على الانهار ثبتها، والرب يسوع لها كل المجد. ثبت الطبيعه اللي احنا شايفينها دي على نهر، يعني كل العالم على انهار، لكن اليابسه لوحدها في مكان والارض للبحر في مكان. فادى ان الانسان لازم يهتم بيها ويراعيها. فبنلاقي ايضا ان المسيحيه موقفها تجاه البيئه بتعتبر البيئه مصدر تعاون بين الله والانسان. يعني ايه تعاون؟ يعني دي حاجه الله خلقها، دي حاجه الله صنعها، لازم الانسان يحافظ عليها، لازم الانسان يكون هو مصدر بركه ليها. ليه؟ لان الله اداها له منحه، اداها له هبه، اداها له عطيه، وقال له كده لنسلك اعطي هذه الارض. فاكرين لما الله قال لابراهيم ان هيدي الارض ليه والنسل اللي بعده، فاعطى الارض هديه واعطاها له انها تكون منحه ليه يحافظ عليها.